سبق لي وذكرت هذا الأسبوع إن شاء الله غادي نتكلموا على أنواع الحميات الغذائية. غادي نتعرفوا على مجموعة من الأنظمة الغذائية الجديدة والقديمة واللي ربما بزاف منا ما كنعرفوهمش وما سامعينش بهم. فاليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على حمية الكيتو أو الريجيم ديال الكيتو. فشنا هو ريجيم الكيتو؟ هادشي اللي غادي تشرحوا لنا الأخصائية في مجال التغذية أسماء الزريول واللي معنا مباشرة من الرباط. صباح الخير. صباح النور حليمة. صباح النور الجميع. صباح الخير أسماء ومرحبا بك معنا في أسبوع جديد من اللقاء المفتوح. أهلا بك وأهلا جميع بالجميع. فاليوم غادي نتكلموا على حمية الكيتو. ربما بزاف ديال الناس إما كيسمعوا بها وما عارفين شنو هي هذه الحمية أو لا كيعرفوا الحمية ولكن ربما ما كيعرفوش الخصائص ديالها ما بين الأضرار وما بين الفوائد ديالها. فاليوم بغينا ناخدوا نظرة شاملة معك أسماء زريول حول هذا النظام الغذائي. فعلا حمية الكيتو عندها الآن واحد الصدى كبير. بزاف ديال الناس كيبغيو يستعملوها نظرا للنتائج المبهرة اللي بغينا نقولوا اللي عطات من انقاص وزن من يعني النتائج اللي هي ظاهرة. وايضا لان تم تداولها بشكل كبير في السوشيال ميديا. على انها الدواء لكل داء. انها الدواء لكل داء. نعم. نرجعوا باللور شي شويه ونتكلموا على الاصل ديال هذه حميه الكيتو. حنايا في احنا لاننا احنا دي فرانكوفون كتسمى هي لو ريجيم سيتوجين. سيتوجين جايه من لو كور سيتوني اللي هما واحد اجسام الجسم كينتجهم في حاله وصل لواحد النقص في كميات ديال الكربوهيدرات اللي كيوصلها اللي كي الجسم كتوصل ليه. يعني نقصنا من الكربوهيدرات في الدم الغذائي وهي واحد الحاله كتشبه للحاله اللي كنقدروا نلقاوها في الصيام. يعني وهاد لي كورسيتوني هما اللي كيعطيو ليك الريحه اللي كتكون في الفم في الصيام. هاد لو ريجيم سيتوجين ولا الكيتو دايت بالانجليزيه هي هو في الاصل ما دارش باش نقصوا الوزن وما دارش باش نعالجوا بعض الامراض الا مرض واحد اللي هو مستعصي اللي هو مرض الصرع. نوبات الصرع عند الاطفال اللي على لان الاصل ديال نوبات الصرع عند الاطفال هذا هو كان الدواء عندهم هو لو ريجيم سيتوجين قبل ما يبداو هاد لا جينيراسيون ديال الادويه. يتم اكتشاف ادويه ليه وتثبت النجاعه ديالها كانوا كيديروا هاد لو ريجيم سيتوجين للاطفال. نعم. وكان كيخفف يعني من الاعراض والحب الان مازال كنستعملوه لنفس الغرض عند الاطفال اللي واخا كنعطيهم الدواء ديال الصرع كيتبقى النوبات كتجيهم بشكل متكرر. نعم. ولكن غتكوني متفقه معايا باللي يعني اليوم هاد النوعيه ديال الحميه ديال الكيتو عفوا الناس كيديروها وكيتبعوها لانقاص الوزن. يعني هذه هي الصوره طبعاً. الشائعه. دابا علاش هي ناجحه وعلاش الناس كيتبعوها لانقاص الوزن؟ نعم. لان بكل بساطه غيرنا نظامنا الغذائي اولا ولاننا نقصنا الكربوهيدرات وحيدنا الكربوهيدرات. راه تحصيل حاصل غادي نقصوا يعني الوزن. نعم. او لانه في نفس الوقت الانسان تيبقى ياكل مثلا مواد وكياكل مثلا البروتينات ياكل الدهون بشكل كبير. ولكن للاسف هاد الكيتودايت بقدر ما انه ممكن يفيد بعض الاشخاص بقدر انه ما غيمكنش. يعني هنا درت الكيتودايت. نعم. وهنا ارى اللي كيبقى اننا ملي كنرجعوا ناكلوا غادي نرجعوا نغلاضوا بكل بساطه. لان الكيتودايت واحد النظام غذائي اللي صعيب. يعني انا يعني غير اصلا في البدايه ديالو الاغلبيه كترجع باللور.
لانه كانت اعراض ديال الم الراس شديد، حيت الفم غير مستحبه، النظام الغذائي ديالك كيتبدل جذريا، هو نظام غذائي ايضا مكلف. مكلف نعم، وربما حتى ديك القضيه ديال الانسان تيجوع دغيا، كيحس بالجوع دغيا، لان ربما ما تياكلش الاطعمه اللي فيه اللي فيها الالياف الغذائيه. وزيد على ذلك ان الناس اللي انهم ممكن يسبب في القبض اللي هي لا كونستيباسيون. نعم. وهذه يعني هذا ان الانسان يتصاب بالقبض راه ماشي ماشي شي حاجه مرغوبه، ماشي شي حاجه جيده. وتا هذا النظام الغذائي ديال الكيتو ديال راه مصنف في الانظمه الغذائيه الغير متوازنه. هذه نعم. الحقيقه والصدمه، هذه الصدمه عرفتها في الكيتو دايت. نعم، لان تحولت المساله الواحد بواحد الشكل. الكيتو دايت الكيتو دايت، ولكن هذا لا يعني ان الكيتو دايت ما نديروش مره. انا اللي كنطلب ان الكيتو دايت غديرو ديرو تحت اشراف مختص. نعم، او على الاقل نعرفوا ان الكيتو دايت ما صالحش لكل شيء. انسان كيعاني من لا كونستيباسيون نزيدو حتى بالكيتو دايت امبوسيبل. كاينين اشخاص اللي هما كيعانيو من بعض الامراض اللي ربما غير منصوح انهم يتبعوا هذه النوعيه ديال طبيعه الحال، وما تيكونش عارف راسو اصلا. كاين اللي ما عارفش راسو، كاين اللي كيعاني من مشاكل في الكلى اللي ما يصلحش اننا نطلعوا النسبه ديال هذا. كاين امراض كثيره. نعم، هو ناجح عند بعض الاشخاص انهم كانوا قبل مثلا بعض الحالات كنقدروا نعطيوه، يعني انا بنفسي تنقدر نعطيه لبعض الحالات، ولكن ماشي دائما، ماشي على طول الخط. وايضا كيكون هناك مراقبه واشراف. وحنا بطبيعه الحال طيله هذه الاسبوع غادي نتكلموا على الريجيوم، غنتكلموا على الحميات الغذائيه، وبين قوسين راه منين تنتكلموا على هذا الشيء ماشي تنقولوا للناس نوضوا ديروا هذا الريجيم، او لا كنقولوا المستمعين الكرام مثلا ديروا الريجيم ديال الكيتو او لا غيره من الريجيمات اللي غادي نتكلموا عليها خلال هذا الاسبوع. ولكن الغرض والهدف ديالنا اننا نبينوا بعض الانظمه الغذائيه ونعرفوا بها ونعرفوا بالزوين والخايب فيها، لان كيف ما قلتي احنا اليوم كنتكلموا على الكيتو واخد واحد الاشعاع كبير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، مروج ليه كثير، ولكن كاينين معلومات اللي هي مغلوطه. الانسان تياخذ الحاجه من الظاهر ديالها ومن السطح ديالها. فاحنا اليوم بغينا اولا في خلال هذا الاسبوع بغينا معك اسماء نعرفوا شنو هي المعلومات الصحيحه وشنو هي المعلومات يعني الغلطه بخصوص بعض الانظمه الغذائيه. فانتوما كاخصائيين اسماء زريول، الا كان انسان مثلا باغي يدير هذه الحميه ديال الكيتو، واش كتاخذوا بعين الاعتبار بعض المعايير قبل ما تعطيو هذه الحميه، او لا ما كتنصحوش بها نهائيا من الاول؟ هو بطبيعه الحال ماشي ما كنصحوش بها، ولكن غادي نقدروا نحطوها في مكانها عند الشخص اللي مناسبه لي، والشخص اللي غادي يعطي نتائج جيده. ماشي غادي نقص الوزن، حيت دابا انا تنقولها راه الهدف الهمي الحميه ماشي هي غير نقص الوزن، نقص الوزن بطريقه صحيه ونحافظ على الكتله العضليه تماما بعد صحه الانسان، وما نستنتجوش الجسم ديالنا من فيتامينات وغيرها. فهذه هو هذا هو الهدف بالنسبه لينا حنا. ملي كيجينا شي شخص نقدروا يعني كنا كنشوفوا الامكانيه ديال انه يدير هذا الكيتو دايت نفسيا، زعما شنو كاين تعذر، يعني كناخذوا بعين الاعتبار بزاف ديال المسائل اللي خاصه بالشخص، وكنحاولوا نعطيه كيتو دايت مناسب لكل شخص، كنحاولوا نقربوه من النظام الغذائي اللي معروف عندنا حنا في المغرب ومعروف، واللي اصلا هو كيتبعو. نعم، عادة الحمية الغذائية شحال كتاخذ ديال الوقت باش تعطي الفعالية ديالها؟ واش مثلا شهر شهرين، أو على حسب الشخص وعلى حسب الحمية؟ هو على حسب الشخص وعلى حسب الحمية، ولكن كتبقى 6 شهور هي أقل مدة باش يبانوا لنا النتائج ديال أي حمية.
خلي كاينين اللي تم الاسبوع الاول ولكن على حسب الشخص على حسب كل شخص والوزن ديالو. نعم. فإذا دائما استشارة من أخصائي في مجال التغذية مهمة جدا قبل ما نبدأ أي حمية غذائية أسماء. وأكيد الواحد دائما خاصو يتعمق في الحاجة اللي غادي يديرها باستمرار, يعني غادي يديرها بشكل يومي. فأكيد الصحة ديالنا تخصنا نحافظوا عليها, وكيفاش نحافظوا عليها أسماء خاصنا دائما نكونوا متابعين وعارفين شنو تنديروا ونكونوا تحت إشراف طبي وتحت إشراف أخصائيين كيف ما قلتي. فشكرا لك أسماء زريول. غدا إن شاء الله غادي نكملوا الحديث حول الأنظمة الغذائية, حول بعض أنواع الحميات الغذائية. غدا غادي نتكلموا على حمية داش, غادي نتعرفوا شنو هي هذه الحمية ولاش كتصلح غدا بحول الله على نفس التوقيت وطبعا على نفس الإذاعة. شكرا.